بجيبه لهون ما بدي افهم شو اللي عم يصير. معقول اول دقيقه فوت على الشركه بدي اشتغل فيها مد ايدي؟ بس انا مالي علاقه مو يا بي لابسها كمان حيوان غبي. يا مساء الحب، أكيد رح تفرح كتير إذا عرفت بأنك ربحت قسيمة لشراء مفروشات مجانية مثل ما صار مع مصلح واللي هو شريكنا بحلقة اليوم. بس أكيد أكيد رح تنصدم إذا عرفت بأنك بدل ما تاخد هدية مجانية رح تدفع مصاري مثل ما صار مع ميادة يلي أخدت درس بحياتها ما رح تنسى لما انجبرت إن تدفع حق أغراض أخذتهم وحدة تانية. كيف انرسم الموقف وكيف تنفذ؟ خلونا مع بعض نشوفه. اليوم يوم أنا مصلح مسعود، كنت شريك في برنامج اليوم يوم. ميادة إبراهيم، كنت الهدف ببرنامج اليوم يوم. بخطة أنه ربحان جائزة أنا ومشيت عليها الكلام انه برساله اجتني ربحت قسيمه شرائيه مجانيه من المفروشات ميلانو. هذا كتالوج يعني شوفي هلا كل هدول عندكم ياهم؟ نقدر نتحكم باللون؟ بوثق بالناس اكثر من اللازم. عفوا يا انسه بس شوي بدي اياكي. هلا هدول نحن مضطرين بدنا ناخذهم ولا شيء. يعني ما في بس طقم كنبات، يعني غرفة نوم ما غرفة نوم ما في؟ لا والله بس نعم هلا بس كنا في بالطابق الثاني بس هلا عم نعمل الصيانة اوض النوم اللي كنا ما بنقدر نطلع لفوق عم نعمل. في منها الوان؟ هلا شو رايك بهذا محفوظ؟ لا انا ممكن تجيبها مشان الحول. اذا كان ما شاء الله. هلا انا برادي تبعاتي كحلي والخشبية عندي جوزي ما بيطلع حلو؟ شو رأيك؟ فيه خيط بيج، فيه خيط بيج لقلك شلون؟ لا لا الأفتح الأفتح أفتح من هاد أفتح من هاد. هاد ما حلو؟ هذا آخر موضوع. بس مع الكحلة هني عم تقول برادية كحلة. نغير البرادة. تعيق. إذا تغير البرادة. لو سمحت السؤال ما بعد اذنك لو سمحت اقول شايفتك انا عندي فضول اعرفك وين شايفتك وين يعني من وين انت ها انت خليجيه انا الاصل سوريا بس صار لي زمان مقيمه انا مالي مسافره بحياتي شو بعرف لا هني بسوريا انا صار لي شهرين تقريبا لون هذا اللون شو حلو هذا اللون حلو بس يعني بترتاح عينك فيه مو مع البراد المتقولة كحلة هلا اذا انت طلعتي فيه بقلب صالون ترتاحي له ولا بتحسي هيك مع البراد كحلة بتغير البراد بنغير البراد خلص اعتمدنا عليه قديش خلينا نشوف على الكحلة قديش قديش بتحسب لنا اياه طقم قد ايه بتحسب لنا ها طبعا حاطين هلا في عليه صوت يعني ممكن تاخذوا طقم كامل ب 50000 هلا انا كثير حبيت ذوقك هلا هي مو حلوه تجي هلا نحن هلا نحن اعتمدنا على هذا وترابيزاته اللون اللي قلت لك عليه طبعا حمل لي يا زكاتة ايوه هذا
50 هاد بس اللون اللي قلت لك عليه. قولي رقم 7 المستودع على السيارة. هاي شو؟ حطوا لي لمبة ديرة دي. هاي شو بدك تحسب لنا اياها؟ 13 نهايته. هذا ما؟ اه يا استاذ بس رقم 7 حملوه على السيارة الأساسية. كلهم حلوين والله بس. حطوا لي لمبة ديرة. زبتري. حط لي رقم 22 كمان على السيارة. لمبة ديرة لحاله؟ ايه هدية هذا. تقديمة الحجة. عفوا يا أخي. قد ايه زاد لي أنا معك؟ زاد لك معي 26 كمان بيروح معنا على فكره مع الطقم. حلوه هاي؟ حلوه هاي مع هاي؟ يعني نفسه ولا العريضه؟ خليها تاخذ هذا المدام خذي غيره انت. لا رح نحمل واحد رح حمل. ايه حملنا واحد. حلوه؟ ممكن تاخذيها؟ حلوه؟ اوكي حلوه. شوفي مدام. طيب يلا لحظه صغيره. والله ما بخالفك ما بخالفك حبيت رايك والله. بس هات حقه 25. ما بنختلف خلاص ان شاء الله ما بنختلف. حطي لي رقم 23. عفوا انت شو قصتك شو وضعك؟ ما ادري شايفتك انا اذا شيء بضخي ما بقدر الا تكلم. طيب شايفتيني بالسوق شايفتيني في شغله شبكي انت؟ لا لا بدي منك شيء وين شايفتك؟ ما بعرف بس نحملهم قلي. ايه حملوا اهلا وسهلا تفضل. عفوا اخي بس هاي بعجبك نحن ما حافظين قصر الهويه ما احنا عملنا. اخذتوا المرأة ما بيغلى عليكم تعال. يلا احنا خالصين خالصين. يلا شكرا كثير حبيبتي. يلا هذا ما بيكون تابع مع الطقم هذا بس نشوف الصفحة تبعيته. والله العظيم مكملات معه مكملات لسه هيك لحاله بيكون معه طاولة. اهلا فيك عجبنا هذاك مو معقول انت؟ لا انا ما اه زوجة؟ ايه عفوا بس انا معه لا هي عم تقول لك بس يختار هو اللي اختار. بس انت اللي طلبتي مع انت اللي طلبتي. انا طلبت شطة خفت عليها انه تغمى وتوقع بالارض. عفوا مدام بس انت ايه معي بس انا لسه ما اخترت ايه انا قلت لك خليه يحملوها. لا هذيك المرة عم تقول لك خليه يحملوها جايبهم داياتهم. عفوا ما اجي ما فتي معهم انت. لا يا لا انا مندوب الشركه قال لي في سيارات بتحمل البضاعه وكذا وبتوصل لك اياها واعطيتهم عنواني وين انا بدي احط الغرض. انا جاي انا وزلمه ما عم قلت لك هن... بس اختار الزلمه ما سالتني قلت لك بس اختار الزلمه بشوف شو بيختار الزلمة. يعني عفوا اختارت يعني هلا وانا موجود هناك عم فرق لما اخذت 100 انا مدام ما كنت سامعه انا كنت اخذ عفوا الاستاذ قلت لك انه هاد حلو بالعلامه يعني ما الجماعه عم ياخذ رايي ما تقولوا لي حلو هالطقم عم بقول حملوا حلو حملوا بس حلو اللي حملوه حملوا حملوا لا مش السياره حملتوه رقم 22 اي رقم اي صار شوفوا لي شوفوا لي بس مش السياره لوين عنواني حملتوه لا هذول اللي شفناهم يعني على العنوان تبع الكرت هاد حملتوه ها؟ عفوا استاذ شوفي على العنوان تبعي هذا حملته الطقم. انا عم تسالني حلوه الطقم ما قال عجبه زبطنا لك استاذ قالوا انا امبارح بالشركه اعطيتهم عنواني وين بدهم ياخذوا لي الطقم تبعي. عفوا بس هن قالوا انه هن بدهم وين بده يروحوا ما قالوا لي على العنوان وبعدين هن جايبين هونداي من عندهم مو من عندنا نحن ما بنعطي هوندايات يا مدام. انا شو دخلني عفوا بس شو يعني انه كانت بس كانت عم تحكي معنا كنا هنيك عم نقعد نحن ما سمعنا خصيمتك قيمتها 25,000 ليرة انت اخذت هدايا واشتريت من هون ومن هون 100,000 ليرة زوجتك اللي اختارت قال اختارت انا عم يسالوني حلو هالطقم بتكون مخربط استاذ بيني لا هذه اتفاقية معاهم هذه خطة جديدة انا اعرف اللي شفناه بالمحل المفروش هذيلهم استاذ دخل يوم يطلعون خليهم يطلعون يعني هذول مين هذول خليهم يطلعون يعني وين راحوا استاذ وين راحوا لو راحوا تذكرت وين شفتهم سكر الباب معناته هي عم كلها شايفتك ومش انا بقول لها شايفتك كانت معهم شيء هي لا اشرح فيها بشكل وسطي ما بتجابه يعني بقوه هاي الجائزه قيمتها 25,000 ليره هاي الجائزه قيمتها 25,000 ليره وبقيه المفروشات كملت على قديش 100,000 100,000
يعني انا بدي 75000. طيب بدك 75000 من مين بدك 75000؟ منكم من مدام. هو طيبة قلبه حبات انه حطها بهذا الموقف. مو انت قلتي لي هذا الطاوله منيحه حلوه وهذيك ما انت سالوني رايي قالوا لي حلو رايي قلت لهم انا حلو. يا شباب هلا وحده عم تسالني حلوه الطقم هلا مثل هالاخت عم تقول لي حلوه الطقم قلت لها هذا الموقف بس وقعينا احنا جاب معاهم والله هي عم تسالني من كل حلو قلت لها والله شكله كثير يعني هيك بيجي. لا بس يا اختي فاتوا معنا هم من المدخل تمام هي فتحت الباب وفاتت قدامي. طيب مدام نحن لا بنعرفك ولا بنعرفك وهي البضاعه راحت يعني مين بتريدي يتحمل المسؤوليه؟ حضرتك تنتي معهم وبدك تدفعي ماني معهم اذا بتريدي انا خصمت لك 10000 ليره من الفاتوره. بس نحن حملناه على نفس العنوان. وقفوا على الباب. على نفس العنوان. وقفوا على الباب. خلص لا. انتوا قفطتوا غدا فورا هيك بدون مصاري. عدم المؤاخذة نحن محل ثقة يا مدام خاصة جايبين معكم بطاقة ربح. هلا مختصر مفيد. ما في بحث. أفضل شيء. هي تابع. طيب هذا من بدنا نجيبه؟ والله أنا ما بعرف. على أساس خطة جديدة فهموني يا جماعة. أنتم لا تروحون شهود تتحمعوا. بعدني لا أتصل بشهود. بدك ياخذ طيب؟ كنت ربحاني على أساس ربحان هدية. أبقوم أنا بدي أدفع بدل ما آخذ هدية. والله نحن ما بنعرف بالضاعة راحت. نحن جايين ناخذ هدية وجايين ندفع مصاري. بس حق عليك يا مدام. أنت قلتي لي هدول إلي. انا استغربت لو فتحوا الباب قدامنا فاتوا ليكون هذول جماعه هيك اتصل اتصل جيب لها الهديه اتصل اتصل معقول راح اتصل بشوف كم محل لك انا بس اخذتها رحت وقعت على الهديه واجي من لما فتت قلت لك جاي انا والزلمه صح بتطيري بس انا لما قلت لك جاي انا والزلمه البنات وقفوا ما يقولوا لي حلوه الطقم مو معي حلو لا مو معي خيو مالي شي دبرنا مصاري لا ما قلت لك جاي انا مصاري روح عامل كم تليفون ما مرتك من هنا لبين ما تجي شو ترهنا يعني هذا هو معززه مكرمه لبين ما تجيب مصاري يعني اقول لك الله معك مع السلامه يعني يا الله من وين انا بجيب مصاري انا تفضلي مدام تفضلي تفضلي ارتاحي يعني معززه مكرمه لبين ما يجيب مصاري فقط انه يدبر حاله يعني ما معنى انا قلت لك انه جاي انا الزلمه ولا لا جبتي معاه كنت معاهم شو كنت معاهم شو كنت معاهم لا تروحي كمان طلعت شي طلعت كنبايات كمان انت شو انا متلك ما معي شي اسوارة كذا لك منين يا حرم عادي حالها هي ما صدقت انها ربحانة طقم كنبايات حتى انا ربحانة بدي اعرف انا طمعي دائما هيك انت لك هي انت عم تقلي شو اسمه ليش تعطيها ليش تعطيها رأيك انت هلا الرأي صار بنصارة هذا الحكي الصح عفوا يا مدام انا مالي علاقة انت اخذتي هن عم يسألوني الله يرضى عليك لا تشتي فينا باب تعال عندي كلهم عم يوجهوا الاتهام الي والله شفتك اندمجتي معهم اخذت زوجك وعم ورجيه فكرت رايبينك انت قلتي حمله انا قلت حمله انا قلت حمله لك شلون حمله عرف شو عم تحكي انت انا ما قلت له حمله عم يقول لي حلوه الطقم قلت له انا حلو لك شلون حمله هلا واحد عم ياخذ رايك بشغله ما بتقول له اذا انت دخلتي انت وياه هون لا انا وانا وجوزي داخلين كأني متهمة يعني وهن قلنا الشاب حلو وعجبني وحمله انا قلت لك حمله كيف بدك نقتنع هاتي لشوف هذا اسلوب جديد عشان خطة جديدة خطة جديدة عشان خطة جديدة انا ما قلت لهم حمله انا ما عم يقولوا لي حلو الطقم قلت لهم حلو انت لا تثقفي وانا هي تتحملي كل شيء لك انا شو دخلنا لا والله بتتحملي قلب انا ما قلت لك جاي انا وجوزي وربحان نقسم بس اجيتوا سوا اوكي فتنا من الباب هن كانوا قبلنا وفتنا كلياتنا من الباب شو متأكدي من هذا الرجال ما حتى ما مو جوزها هذا مو جوزها هذا عملية جديدة للنصر هذا وجه جديد النصر ما عندها فضول يعني بهاي المجال يعني ما عندها حشرية لا فتت أنا لك نحن فايتين إن فاتوا قالوا لنا نحن فتنا وراها فايتة يا أخي بجوز خطة منهم هدول نصابين خطة بيعرفونا عنه ولا نحن ربحنا شو زلمة لأنها حشرية لك هن عم يسألوني أتقل لهم ضل ساعتين هيك أنا والله لا حلو ولا ما حلو سألوني حلو هالطقم قلت لهم حلو هالطقم بس يا مدام انت يعني كأنه إليك هذا الطقم انت نقيتي اللون اول شيء ثاني شيء قلتي هاد وهاد هاد ما مش معقول انا عم قلت لهم كلهم حلوين عم قلت لهم ما يسألوني معلش يا مدام معلش والله هاد مو علينا معلش يا مدام لا عفوا ما بسمح لك يا استاذ لا ما بسمح انا مدامتي بعرفها بس اما اذا هذول هي احتشرت معهم ما 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 معلش يا استاذ نحن ماري علينا كثير نصابين لك
قال لي واحد عم يسألك ما قلت حلو الطعم قلت له انا حلو هذيك المره كمان عم تسالني حلو الطعم قلت لها حلو ما شفتك ليش تجي معي كانك تعرفين 100 سنه هي عم تحكي معك قال لها حلو والله شو بعرفني اذا مصابي ولا هلا انت كمان عم تحكي انت انا اول ما فتت قلت لك جاي انا والزلمه صح ولا لا انزل انت والزلمه عفوا يا مدام معناته انت صار مصابي اكثر مني لسه عفوا يا مدام ما عندنا موظفين نصابين عفوا هلا انت واقف والمرأة عم تسألني حلوة الطقم قلت لها انا حلو انت انت هلا يا شو بتروح الطاولة وانت بتحطوا بالسيارة هيك مين انت هون واقفة صاحبتي انا فتت انا وجوز واول ما فتت قلت لها انا جاي انا والزلمة صارت تقول لي شو بدك وشو ما بدك قلت لها هلا ليش الزلمة لا شوف شو بيختار نحن ربحانين قاسمين شو رأيي صح ولا لا طيب هلا برايك بهالكلام بدك تفهمي بتروحوا تطلعوا للمرأة 100,000 وانا شو العلاقة عم سألني حلو قلت مدام مدام غلطتك انك اخذتي وعطيتي معهم لا يا مدام والله ما لازم الواحد ما لازم يحكي ولا كلمة انا متأكد انه هي معهم لانه ما لازم الواحد يعطي ثقته لمن ما كان هذا اسلوبهم الجديد بس يا جماعة بس ما هالبواب اطلعي من هالبواب اذا بتريدي انا اول ما فتت قلت لها صار قلت لي تعي شو فيها الطقم وتعي قلت لها انا جاي انا والزلمة قلت لها حلو ايه حلو ايه تسالني انا قاعد الحلوه قلت لها الظلم صعب ايه قلت لك حملوا قلت لي حمليهم انا قلت لك حمليهم اي نعم لا انا قلت لها بلا لا انا قلت لها حمليهم هي قالت انه حمليهم هي قالت لك حملهم لا انت قلتي لي معلش لا هي قالت لك حملهم انا اول ما فتت حتى الازهريه حجي انا بحالي قسيمه شرعيه انا وجوزي جايين حتى الازهريه مرحبا قلت له حلو حلي ايامك حلي ايامك ولا ايامها هي مدام المزهرية ما ضربت لها بنشوفكم المزهرية مو انت قلت لي ايمان لا هي قالت لك انت قلت لي ايمان مو كل العالم تنعطى الثقة شو تبعتوا لنا بس تنتين وصلنا لعند القوص وينو هذا الشب لك يا اخي وصلنا لعند القوص عم بحث علينا وعلى عيوننا شو بك انت هذيلا نصابين لا مو كتير قوية ما بعرف أنا بعرفك أنا حبيبتي أنا بعرفك أنا شو عطيتك نتر يعني عفوا عفوا ليه عم تعيطي علي هلا عم يقولوا قال أنا قلت له نحمل الطقم وخذوا هلا تعملني أنا بمية ألف انا شو دخلني انا بعرفك مصاري. معي مصاري لك انا بعرفك انا لك ايه ما تعرفنا على بعض يعني انه عرفنا لك انت عم تساليني حلو الطقم قلت لك حلو الطقم ايه شو معناته بعرفك يعني ليش هيك عم تصبي علي ما لي فهمانه شيء لاني حازينه هون ما بخلونا نروح احيانا بيندم الواحد لا تخلوا اكيد في معنا لا لا خلص المصاري معي لا خليها تروح حتى يجي المصاري معي معاكم معاكم هي معاكم هلا بعرفك ولا بتعرفيني عم تساليني حلو هالطقم قلت لك حلو هالطقم هلا انت ليه معصبة؟ اه؟ ليه معصبة؟ لانه ما بخلونا نروح قال نحن اخذنا ب 100,000 شو بكي؟ اه؟ هاتي 100,000 اعطيها للزلمة انت ليش هيك محروقة؟ انا جاي اخذ اغراضي وامشي شو بك؟ تاخذ اغراضك هيك بتروحي بدون ما بدون ما تعطي الزلمة مصاري؟ هيني راجع اعطيه مصاري؟ ها معناته انا شو لي علاقة؟ عم تسالني عم تسالني حلو هالطقم قلت لها حلو هلا عفوا هلا مين النصاب؟ انت ما في ما في مشكلة ما في مشكلة شباك هلا تتذكري انت ما يعطوا ثقته لحدا لك معناته انتم نصابين ما لا ما انا نصابين لكن مش محلك تقولي نصاب لكن شو صوتك مش ها ما يقول انا جيتي صوت احنا فتنا سوا من استفزتني مو ضايقتني فتنا انتم كنتوا فايتين قبلنا شو بعرفك انا شو لا فتنا سوا نحن منين بتعرفيني وبعرفك شبكي اه شبكي شو ليش عم تفششي فيني وتعملي لي قصص وكذا لانه لا بعرفك ولا بتعرفي هلا تبريتي يعني نحن جايين مش هالفاستين مكسورين هدايا عم تضحكوا علينا فوق ما اشترينا كمان ما عم تعطونا ليش ما اعطيتوا الزلمه 100,000 نحن بندفع هلا لا تعملي لنا قصص متفق برا خلص كده خلص ما بدنا غير رضي يعني خلص كده هلا اذا كبرتي القصه يعملوا لنا فيها قصه ونقول انك معنا هلا لا انا بدي الشرطه تيجي انا بدي الشرطه بس لحتى اشوف اذا بدكم نفاقكم لك ما تخليني يطلعوا ها يلا مسامحينك بالهدايا يلا لا مسامحينك بالهدايا يلا يلا ما بدنا ما بدنا معنا معنا نحن متفقين حنستناكي بالهونداي يلا تعالي فور ما بدك تدفعي لي مصاري بدك تعملي كوميسيون على الجمال احلى كادو ما خليها تطلع ما خليها تطلع ما خليها تطلع ما خليها تطلع سكري الباب بس مو كثير انه ضايقه بس وقت اللي شفتها ضايقه كثير طبعا طبعا خفت عليها
فلو فلو ايش بدك تعمل معه؟ شلون ما اخليها؟ هي قالت انه انت معه المصاري معي. ليش خليتهم يطلعوا؟ انت هيك خليهم هون محبوسين مثلي حتى يغشوا الشرطه. انا قلت لك الشرطه صح ولا لا؟ انا اتصلت بالمقدم وجاي. ايه ليش بعثتهم لهذوك؟ رجيبهم رجيبهم ما لنا علاقه معهم. لك جيبهم جيبهم لقيتهم برا. مين انت؟ هن اسمهم. انا اسمهم. لك هذول اخذوا برا. راحوا راحوا. شو 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 بدهم؟ ما لهم علاقه يا اخي. خليهم جيبهم خليهم جيبهم قبل ما يروحوا. هلا بيروحوا. شو هن منو هن؟ النسوان اللي كانوا هون اللي اخذوا بضاعه. هاي اللي كنتي معهم انت؟ ايه هلا هن انبعثوا وانطلقوا. وليش ما مسكتي حدا منهم لاجل؟ عم طلبوا خليه يطلع وراح فتح لي. شدي مياه من شعره. اقنعوني كثير يعني ما شكيت فيهم. انت قلتي انه انا معهم. لك انا قلت لك انا معي. هيك هلا قلتي. كلهم نصب معناته كلهم عم لك انت لا اذا بتريدي يا مدام شو نصابين وما نصابين؟ نحن نصابين لما انتم. والله انت. نحن اصحابين هالمحل هذا كله نصابين؟ ليش خليتهم يطلعوا؟ انا عم طلع ما لنا دعوة معهم انتي مضيتي عن وراء. ما لا ما مضيت. خلاص المرأة طلعت في اسمي. ما مضيت. شو مين ما تبع وراء؟ ما مضيت. مسلح مسعود. خلاص عليك عليك انا مشيت السيارات وجاي حسابي معي. شو عم تقولي نصابين؟ انت بتعرفينا؟ ليش عم تقولي نصابين؟ 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 شو بتفهم؟ على اساس ما يعرفون هذا حبيبي حبيبي بدك تمشيها على هذا ولا تجي الشرطه ونحل لا تجي الشرطه نحن مو اجينا خلص ما في بحث اخي جوزة ما بيعرف شيء وهن الحراميه هن الاربعه هي ومعهم انت مالك على ضيعك خلص جيب الشرطه جيبها انت يا اخي خلينا نطلع نفوتنا سوا جيب هلا نحلفها يمين وكذا يا مدام مقدم يعطيك يعني ما شكيت ولا لحظة ان من الكاميرا الخفية وهذيك اللي قلت لها شو اسمه هاي اني فعلت انا وجوزه وناطرته حتى يختار هذه انا حبيتها طوب هذا مقلم هذي كنت البرنامج اليوم يوم هلأ عندك كل هدول ممثلين من استعصار او ما تشوفوا يا مدام وقفوا هيك وقفوا هذا لان اول مره بتعرض لهيك موقف اول مره واخر مره المشهد اللي شفتوه قصه حقيقيه وصايره ولانه صعب تتصدق قدمنا لكم يا مشهد لحتى تشوفوا عمليات النصب والاحتيال يلي عم بتصير اليوم واللي هي صارت فن بيلعبوا فيه على طيبتنا وعلى تعاملنا مع الناس والهدف منها هو تسليط الضوء على بعض الزوايا المعتمة بمجتمعاتنا ومع ذلك منضل منقول الدنيا لسه بألف خير بيعاقبوا على الموقف اخترت المقلب فيها حتى يبقى ذكرى ذكرى حلوة هي تعمل فيه المقلب؟ أكلت مقلب مرتب ما في مشكلة إذا الهدف منه أنه إفادة الناس يعني نجح هي طلبت أنه تسترد المقلب هي؟ لازم رد له المقلب إذا كان الهدف نبيل أكيد درس طبعا درس أعتقد ما بتنساه شيء يفيد المجتمع حابب ينتقم مني او يرد لي المقلب انا بشكرها انا بس هو لا بحبها كثير وانا بحبها بشكر الكادر كله فريق العمل بشكره كله بالكامل ظريفين كثير وبشكر الاستاذ طارق الاستاذ طارق لكن جوزي رجع عيد معنا قل له الله يسامحك يعني